راح استلهم العمل من هذه الصورة ونجي نلاحظ درجات البنفسجي مع البرتقالي، وآخر شيء تركواز، بس درجة التركواز اللي هنا شدتها جدا منخفضة عشان كده مو باينة كأنها رصاصي، بس أنا عندي درجات البنفسجي. ممكن نعملها هبدأ أعمل فقط الجزء اللي كأنه سما، هاخد أغمق درجة من البنفسجي، بعدين أفتحها بعدين راح أخذ البرتقالي أفتح أكثر، بعدين آخذ الدرجة الأغمق بعدين ممكن أدخل تركواز هنا، هنا درجة التركواز أحسها صارخة. إيش راح أعمل؟ تقريبا التركواز مقابل للبرتقالي المحمر، فراح أطفيه بشوية برتقالي، هاخد من هذا البرتقالي اللي هنا وأطفي به التركواز اللي هنا. كده احسه صار متناغم اكتر، كده عادي اشيل اللي هنا صار، كمان راح افتحه اكتر. أغطي الطبقة اللي أول حطيتها وأفتح أكتر، حدمج بينهم أكتر، لأنه رح يعني أوقف تصوير لأنه بين كل طبقة والتانية لازم أمسح ظهر السكينة، يعني زي كده أمسح ظهرها عشان لا يدخل لونين على بعض. يعني مثلا هنا أباهم يندمجوا أكتر، فأعمل كذا وبعدين أرجع أمسح السكينة مرة تانية، بعدين بين الفاتح والغامق وأرجع أمسح السكينة، بعدين هنا. شايفين؟ صارت مرة جميلة، إن شاء الله تكون عجبتكم.